أثارت قرارات وزارة الصحة بفرض أجور مالية على رقود المرضى والمرافقين استغرابا وسخطا أمام تهالك البنية التحتية للمؤسسات الصحية، فيما أشار مواطنون إلى أن مثل هذه القرارات تزيد الأعباء على المرضى بدلا من التخفيف عنهم. تفاصيل أوفى مع أمير الخفاجي. 10,000 دينار لكل مريض يرقد في المستشفيات بما فيها مراكز معالجة الأورام والأمراض السرطانية، و5,000 لكل زائر يدخل لعيادته. قرارات جديدة أصدرتها وزارة الصحة لاقت استغرابا من قبل الكثيرين. الرقود ب10,000 دينار، الدخول ب5,000، وصل تاخذه مال صيدليه 2000 دينار ياخذ من عندك. طيب هو المواطن لو عنده الامكانيه اللازمه يروح لك هذه المستشفيات؟ هو يروح المستشفى اهليه. زين انا عندي مريض ووضعه تعبان وانا وضعي تعبان، زين انا اذا وياي 3 نفرات لازم ادفع 20,000 حتى يطب ويشوف المريض، خوب الاولى ان انا راح اجيب له بها عصير، اجيب له فاكهه، زين انطيها له ان هو يجيب بها علاج لان هو وضعه تعبان وهذا، يعني معناتها حتى المريض اللي ينام مستشفيات حكوميه اصبح بعد ما حد يروح له ما حد يزوره. اوساط شعبيه استغربت من تلك القرارات، مفسرين ذلك استغلالا واضحا لحاجة المواطنين في ظل تراجع ملحوظ في الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية مقارنة بالأهلية. يريد من المريض الراقد 10,000 دينار واللي يزوره 5,000 دينار اوقات الزياره الرسميه، زين هو لو عنده ما يجي للمستشفيات الحكوميه ليش؟ ما بيها خدمات، اسوء الخدمات جاي تتقدم له، خلينا نروح للاهليه، تقدم له خدمات جيده بس امكانيته غير جيده. والله احنا الراتب حتى قليل ما اقدر اودي، عندي 2 معوقين ما اقدر اوديهم المستشفى. ما يحجون ماكو حتى خدمات ماكو. يا دكتور تروح عليه يقول لي مو يمي. زين بس يعني لساناتهم. حتى عنايه ماكو، ماكو اي شيء، لا ادويه بها خير. يعني والله العظيم تكسرنا والرواتب قليله. وما بين تردي الخدمات الصحية واستغلال حاجة المواطنين تأتي القرارات الأخيرة لوزارة الصحة لتثقل كاهل المرضى في وقت تفتقر مستشفيات البلاد للعديد من الأدوية والخدمات الصحية وسط مطالباتنا بضرورة دعم القطاع الصحي وتطويره. من بغداد أمير خفاجي، قناة دجلة.